القائمة الأولية للمنتخب العراق لبطولة غرب آسيا ضمت كل من محمد حميد، جلال حسن، محمد صالح، علي كاظم، علي عدنان، فرناس بطريس، درغام إسماعيل، نجم شوكان، محمد إبراهيم، ربين سولاقة، سعد ناطق، رأت فنر، ميثم جبار، أدي شهاب، ومصطفى ناظم علي فايز. علام هاو، مصطفى، محمد، سامح، سعيد، صفاء، هادي، بشار، سنة، سامة، رشيد، كرار، نبيل، محمد، قاسم، إبراهيم، بايش، مهدي، كامل، وسام، سعدون، أحمد، فاضل، ريوان، أمين، أحمد، ياسين، مازن، فياض، همام، طارق. أما في خط الهجوم، أحمد، جلال، خضر، علي، نزار، محمد، حسين، علي، أمجد، عطوان، جستن، ميران، محمد، داود، محمد، علي، علاء، عباس، أيمن، حسين، محمد عبد الرحمن، مروان حسين. كل التوفيق للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا.